يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في حاجة حصلت غير اللي أنا قلته ده دلوقتي؟ طيب عدوا بقى الكرامات. إلا حفتهم الملائكة، ما قالش نزلت عليهم الملائكة، لا، تحفهم الملائكة، ما بتقعدش معاهم. لو سمحت خلي بالك من الألفاظ، من الملائكة ما تقعدش معاهم، يقعدوا صف تاني، لأن أنت عند ربنا دلوقتي من كبار الزوار. خد بالك لحسن تفهم، تصور الحديث على فهمك أنت. حفتهم الملائكة، الملائكة دي جاية منين؟ بقى يسيبوا القعدة عند ربنا ويجوا هنا؟ قال أصله لما كانوا في السماء، في مواطنهم في السماء ترسوا، هنا جايين بلكون. ليه؟ لأنه جايين عند ناس مقربة، فهو واقف وراك كده، هو أقرب إلى الله من موطنه في السماء. أوه. يا حبيبي الله الله. ما تاخدش بقى كلام كده وتجري، عايزك تستمع معايا تفهم الدنيا. مدد مدد. لو عرفت ثواب العملية دي هتحبها أكتر. طب أنا مكسوف أعمل مع دول، اعملها في بيتك مع عيالك، اعملها لوحدك، اعملها أنت وصديقك. فيقول حفتهم الايه؟ وبعدين ونزلت عليهم السكينة. قلت لكم السكينة دي هي الراحة النفسية، هدوان السر اللي مش لاقينه في بيوتنا، المشاكل الزوجية والمشاكل البيتية والمشاكل المادية. الناس مش مرتاحة، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لأن الله قال ومن أعرض عن إيه؟ ومن أعرض عن إيه؟ فإن له معيشة إيه؟ اوعى بقى أنت تعرض عن ذكره وتيالك إن أنت بفلوسك هتحقق السعادة. عبيط عبيط، هتتعس، تجمع مال ويتعسك وتتحاسب عليه. أمال إيه السعادة؟ كل السعادة في طاعة ربنا. على نفسه فليبكي من ضاع عمره ولم يجن منها نصيبا ولا سهل، لأنه حكم القدوس. مهمة دي نحطها في العنوان، ألا يدخل الحضرة أرباب النفوس، اللي فيه كبر فيه غل فيه ما عرفش ايه فيه، ما يعرفش يجي يدخل الملائكة تتمشي. امشي يا عم ما تنكدش عليه، خلي الناس دي عايشة مع الله، ولما تكون انت كويس الملائكة تجيبك، تبقى رايح في مكان كده الملائكة تزقك كده على هنا. وبعدين نزلت عليهم السكينة، هروق النفس البال. اعتقد ان دي حباية، الحضرة دي بعتبرها حباية، حباية سعادة. اللي عايز يحس بالراحة النفسية يقول لي وانا اوصف له الدواء. وبعدين غشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني ايه؟ غطتهم. يعني ايه الرحمة؟ ينزل عليهم نور النبي، يغرق في نور النبي، غشيتهم الرحمة. وايه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده. تخيل بقى ان حضرتك النهاردة كل ذنوبنا اللي فاتت دي اتنست، وربنا نادى الملائكة قال لهم ايه؟ اليوم يوم الصلح مع عبدي. الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى لأنه كان مشتاق لك، لأنه كنت وحش. واحنا بنوحش ربنا؟ هو ده ينفع مع ربنا؟ ايوه. امال انت فاكره ايه؟ هو لو ما بيحبكش الحب ده كله هيصبر عليك ليه يعني؟ وانت كان ليك عنده ايه؟ انت ليك عنده، ولا انت مين؟ يسبح الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من ايه؟ والملائكة دول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش غلطة وعاملين كده صح؟ انت المحبوب الوحيد لله في الكون، وانت الوحيد اللي متدلع وعايش في حجر الربوبية، بتعمل اللي انت عايزه ومسامحك ويتمنى منك كلمة واحدة، استغفر الله العظيم، ياخدك في حضنه على طول. ما تقول استغفر الله العظيم، ايه الناس دي؟ خليه ياخدك في حضنه، تروح من هنا آمن يا ابني، مفيش أحن علينا من ربنا. الدنيا كلها صراعات، اوعى تأمن لحد غير ربنا وسيدنا النبي.
ما حدش احن علينا من الله ولا حد. شوف سيد ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم. عيب. وليس الا مولاك الكريم. عيب عيب. بالله عليك مين اللي واخدنا على عيبنا؟ ربنا. هو بيقول لك الشيخ رقيب يطالعني فاعصي جهاله. هو انا شايفني وانا عارف انه شايفني وبقفل الباب عشان اخويا ما يشوفنيش. طب يا قليل الادب يا جاهل يا اعمى البصيره، ما ربنا شايفك. تقفل باب ايه؟ تبدأ تقفل الباب في وشه ازاي؟ ها؟ رقيب يطالعني فاعصي جهاله، غباء مني. يعمل ايه هو ربنا؟ مش خلصت؟ لف وشك انت واو الملائكه، لف وشك انت واو، ما عملش حاجه، يبدل بالغفران قبح مذله. واو واو. وبعدين ما لقاكش سامحت ولا غفرت ولا استغفرت ولا عملت حاجه، يعمل ايه معاك؟ يسوق لك واحد من حبايبه ويخليك تحبه. حب. طب الراجل ده تحبه تدخل معاه الجنه. واو. اظن مفيش احسن من كده حنان، مفيش احسن من كده رحمه. يقول غشيتهم الرحمه وذكرهم الله فين؟ في من عنده. اشهدكم يا ملائكتي. قال بقى غفرت لهم دي، انت سيادتك بقى حسب حسن ظنك غفر لك ذنب بتاع النهارده ولا غفر لك الذنوب كلها؟ كل الذنوب جميعا. انا عن نفسي ثاني واللي جاي لئن حسبني عن ذنبي لاسالنه عن رحمه. نعم. اقول له بقى تغشاني الرحمه وتدخلني النار. تحف بيه الملائكه دي كانت بتاع جهنم ولا كانت بتاع ايه؟ ملائكه الجنه. ملائكه الرحمه. ملائكه الرحمه. المجتمع قوم في ايه؟ بيعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله. ها؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في حاجه حصلت غير اللي انا قلته ده دلوقتي؟ طيب عدوا بقى الكرامات. الا حفتهم الملائكه. ما قالش نزلت عليهم الملائكه. لا، تحفهم الملائكه ما بتقعدش معاهم. لو سمحت خلي بالك من الالفاظ. من الملائكة ما تقعدش معاهم، يقعدوا صف تاني. لأن أنت عند ربنا دلوقتي من كبار الزوار. خد بالك لحسن تفهم تصور الحديث على فهمك أنت. حفتهم الملائكة. الملائكة دي جاية منين؟ بقى يسيبوا القعدة عند ربنا ويجوا هنا. قالوا أصل لما كانوا في السماء في مواطنهم في السماء ترسوا، هنا جايين بلكون. ليه؟ لأنه جايين عند ناس مقربة. فهو واقف وراك كده، هو أقرب إلى الله من موطنه في السماء. يا حبيبي الله الله. ما تاخدش بقى كلام كده وتجري، عايزك تستمع معايا تفهم الدنيا. مدد مدد. لو عرفت ثواب العملية دي هتحبها أكتر. طب أنا مكسوف أعمل مع دول، اعملها في بيتك مع عيالك. اعملها لوحدك. اعملها انت وصديقك. فيقول حفتهم الايه؟ ايه؟ وبعدين ونزلت عليهم السكينه. قلت لكم السكينه دي هي الراحه النفسيه، هدوان السر اللي مش لاقينه في بيوتنا، المشاكل الزوجيه والمشاكل البيتيه والمشاكل الماديه. الناس مش مرتاحه، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لان الله قال ومن اعرض عن ايه؟ ومن اعرض عن ايه؟ ذكر. فان له معيشه ايه؟ اوعى بقى انت تعرض عن ذكر وتيالك ان انت بفلوسك هتحقق السعاده. عبيط عبيط. هتتعس تجمع مال ويتعسك وتتحاسب عليه. امال ايه؟ السعاده كل السعاده في طاعه ربنا. على نفسه فليبكي من ضاع عمره ولم يجن منها نصيبا ولا سهم. لأنه حكم القدوس، مهمة دي نحطها في العنوان، ألا يدخل الحضرة أرباب النفوس. اللي فيه كبر فيه غل فيه معرفش إيه فيه ما يعرفش، يجي يدخل الملائكة تتمشي. امشي يا عم ما تنكدش عليهم، خلي الناس دي عايشة مع الله. ولما تكون أنت كويس الملائكة تجيبك، تبقى رايح في مكان كده الملائكة تزقك كده على هنا.
وبعدين نزلت عليهم السكينة، هروق النفس البال. أعتقد إن دي حباية، الحضرة دي بعتبرها حباية، حباية سعادة. اللي عايز يحس بالراحة النفسية يقول لي وأنا أوصف له الدواء. وبعدين غشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني إيه؟ غطتهم. يعني إيه الرحمة؟ ينزل عليهم نور النبي، يغرق في نور النبي، غشيتهم الرحمة. وإيه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده. تخيل بقى أن حضرتك النهاردة كل ذنوبنا اللي فاتت دي اتنست، وربنا نادى الملائكة قال لهم ايه؟ اليوم يوم الصلح مع عبدي، الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى لأنه كان مشتاق لك، لأنه كنت وحشه. وإحنا بنوحش ربنا؟ نعم. هو ده ينفع مع ربنا؟ أيوه. أمال أنت فاكره إيه؟ هو لو ما بيحبكش الحب ده كله هيصبر عليك ليه يعني؟ وأنت كان ليك عنده إيه؟ أنت ليك عنده، ولا أنت مين؟ سبح الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من إيه؟ والملائكة دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش غلطة وعاملين كده صح؟ أنت المحبوب الوحيد لله في الكون، وأنت الوحيد اللي متدلع وعايش في حجر الربوبية بتعمل اللي أنت عايزه ومسامحك ويتمنى منك كلمة واحدة، استغفر الله العظيم، ياخدك في حضنه على طول. ما تقول استغفر الله العظيم. ايه الناس دي؟ خليه ياخدك في حضن، تروح من هنا امن يا ابني. ما فيش حن علينا من ربنا. الدنيا كلها صراعات، اوعى تأمن لحد غير ربنا وسيدنا النبي. ما حدش احن علينا من الله ولا حد. شوف سيدي ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم. عيب. وليس الا مولاك الكريم. عيب عيب. بالله عليك مين اللي واخدنا على عيبنا؟ ربنا. هو بيقول لك الشيخ رقيب يطالعني فاعصي جهاله. هو انا شايفني وانا عارف انه شايفني، وبقفل الباب عشان اخويا ما يشوفنيش. طب يا قليل الادب، يا جاهل، يا اعمى البصيره، ما ربنا شايفك. تقفل باب ايه؟ تبدأ تقفل الباب في وشه ازاي؟ ها؟ رقيب يطالعني فأعصي جهالة، غباء مني. يعمل ايه هو ربنا؟ مش خلصت؟ لف وشك انت وهو الملائكة، لف وشك انت وهو ما عملش حاجة، يبدل بالغفران قبح مذلة. واو واو واو. وبعدين ما لقاكش سامحت ولا غفرت ولا استغفرت ولا عملت حاجه، يعمل ايه معاك؟ يسوق لك واحد من حبايبه ويخليك تحبه. حب طب الراجل ده، تحبه تدخل معاه الجنه. اظن مفيش احسن من كده حنان، مفيش احسن من كده رحمه. يقول غشيتهم الرحمه وذكرهم الله فين؟ في من عنده. أشهدكم يا ملائكتي. قال بقى غفرت لهم دي، أنت سيادتك بقى حسب حسن ظنك، غفر لك ذنب بتاع النهارده ولا غفر لك الذنوب كلها؟ كل الذنوب جميعا. أنا عن نفسي واللي جاي، لئن حسبني عن ذنبي لأسألنه عن رحمة. عن مغل... أقول له بقى تغشاني الرحمة وتدخلني النار؟ تحف بيه الملائكة دي كانت بتاع جهنم ولا كانت بتاع إيه؟ ملائكة الجنة. الله الله. ملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة. المجتمع قوم في ايه؟ بيعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله، ها؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في حاجه حصلت غير اللي انا قلته ده دلوقتي؟ طيب عدوا بقى الكرامات. الا حفتهم الملائكه، ما قالش نزلت عليهم الملائكه، لا، تحفهم الملائكه، ما بتقعدش معاهم. لو سمحت خلي بالك من الالفاظ، من الملائكة ما تقعدش معاهم، يقعدوا صف تاني، لأن أنت عند ربنا دلوقتي من كبار الزوار. خد بالك لحسن تفهم، تصور الحديث على فهمك أنت. حفتهم الملائكة. الملائكة دي جاية منين؟
بقى يسيبوا القعدة عند ربنا ويجوا هنا. قال أصله لما كانوا في السماء في مواطنهم في السماء ترسوا، هنا جايين بلكون. ليه؟ لأنه جايين عند ناس مقربة، فهو واقف وراك كده هو أقرب إلى الله من موطنه في السماء. أوه. يا حبيبي الله الله الله. ما تاخدش بقى كلام كده وتجري، عايزك تستمع معايا تفهم الدنيا. مدد مدد. لو عرفت ثواب العملية دي هتحبها أكتر. طب أنا مكسوف أعمل مع دول، اعملها في بيتك مع عيالك، اعملها لوحدك، اعملها انت وصديقك. فيقول حفاتهم الايه؟ وبعدين ونزلت عليهم السكينة. قلت لكم السكينة دي هي الراحة النفسية، هدوان السر اللي مش لاقينه في بيوتنا، المشاكل الزوجية والمشاكل البيتية والمشاكل المادية. الناس مش مرتاحة، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لأن الله قال ومن أعرض عن إيه؟ ذكري. ومن أعرض عن إيه؟ ذكري. فإن له معيشة إيه؟ اوعى بقى أنت تعرض عن ذكره وتيالك إن أنت بفلوسك هتحقق السعادة. عبيط عبيط، هتتعس، تجمع مال ويتعسك وتتحاسب عليه. أمال إيه؟ السعادة، كل السعادة في طاعة ربنا. على نفسه فليبكي من ضاع عمره ولم يجن منها نصيبا ولا سهل. لأنه حكم القدوس، مهمة دي نحطها في العنوان، ألا يدخل الحضرة أرباب النفوس اللي في كبر في غل في ما عرفش إيه في ما يعرفش، يجي يدخل الملائكة تتمشي. امشي يا عم ما تنكتش عليهم، خلي الناس دي عايشة مع الله. ولما تكون انت كويس الملائكة تجيبك، تبقى رايح في مكان كده الملائكة تزقك كده على هنا. وبعدين نزلت عليهم السكينة، هروء النفس البال. اعتقد ان دي حباية، الحضرة دي بعتبرها حباية، حباية سعادة. اللي عايز يحس بالراحة النفسية يقول لي وانا اوصف له الدواء. وبعدين غشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني ايه؟ غطتهم. يعني ايه الرحمة؟ ينزل عليهم نور النبي، يغرق في نور النبي، غشيتهم الرحمة. وايه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده. تخيل بقى ان حضرتك النهاردة كل ذنوبنا اللي فاتت دي اتنست، وربنا نادى الملائكة قال لهم ايه؟ اليوم يوم الصلح مع عبدي. الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى لأنه كان مشتاق لك، لأنه كنت وحشه. وإحنا بنوحش ربنا؟ هو ده ينفع مع ربنا؟ أيوه. أمال أنت فاكره إيه؟ هو لو ما بيحبكش الحب ده كله هيصبر عليك ليه يعني؟ وأنت كان ليك عنده إيه؟ أنت ليك عنده ولا أنت مين؟ يسبح الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من ايه؟ والملائكة دول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش غلطة وعاملين كده صح؟ انت المحبوب الوحيد لله في الكون، وانت الوحيد اللي متدلع وعايش في حجر الربوبية بتعمل اللي انت عايزه ومسامحك ويتمنى منك كلمة واحدة، استغفر الله العظيم، ياخدك في حضنه على طول. ما تقول استغفر الله العظيم. ايه الناس دي؟ خليه ياخدك في حضن، تروح من هنا امن يا ابني. ما فيش حن علينا من ربنا، الدنيا كلها صراعات، اوعى تأمن لحد غير ربنا وسيدنا النبي. ما حدش احن علينا من الله ولا حد. شوف سيدي ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم، وليس إلا مولاك الكريم. بالله عليك مين اللي واخدنا على عيبنا؟ هو بيقول لك الشيخ رقيب يطالعني فأعصي جهالة. هو أنا شايفني وأنا عارف أنه شايفني، وبقفل الباب عشان أخويا ما يشوفنيش. طب يا قليل الأدب، يا جاهل، يا أعمى البصيرة، ما ربنا شايفك، تقفل الباب إيه؟ تبدأ تقفل الباب في وشه ازاي؟ ها؟ رقيب
يطالعني فأعصي جهالة غباء مني. يعمل ايه هو ربنا؟ مش خلصت؟ لف وشك ادي انت وهو الملائكة، لف وشك ادي انت وهو ما عملش حاجة، يبدل بالغفران قبح مذلته. وبعدين ما لقكش سامحت ولا غفرت ولا استغفرت ولا عملت حاجة، يعمل ايه معاك؟ يسوق لك واحد من حبايبه ويخليك تحبه. حب طب الراجل ده تحبه تدخل معاه الجنة. أظن مفيش أحسن من كده حنان، مفيش أحسن من كده رحمة. يقول غشيتهم الرحمة وذكرهم الله فين؟ في من عنده. أشهدكم يا ملائكتي، قال بقى غفرت لهم دي أنت سيادتك بقى حسب حسن ظنك، غفر لك ذنب بتاع النهاردة ولا غفر لك الذنوب كلها؟ كل أنا عن نفسي أنا واللي جاي، لئن حسبني عن ذنبي لأسألنه عن رحمة. عن مغل... أقول له بقى تغشاني الرحمة وتدخلني النار، تحف بيه الملائكة دي كانت بتاع جهنم ولا كانت بتاع إيه؟ ملائكة الجنة. ملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة. المجتمع قوم في إيه؟ بيعملوا إيه؟ يتلون كتاب الله. ها؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في حاجة حصلت غير اللي أنا قلته ده دلوقتي؟ طيب عدوا بقى الكرامات، إلا حفتهم الملائكة، ما قالش نزلت عليهم الملائكة، لا تحفهم الملائكة ما بتقعدش معاهم، لو سمحت خلي بالك من الألفاظ، من الملائكة ما بتقعدش معاهم، يقعدوا صف تاني، لأن أنت عند ربنا دلوقتي من كبار الزوار. خد بالك لحسن تفهم تصور الحديث على فهمك أنت. حفتهم الملائكة، الملائكة دي جاية منين؟ بقى يسيبوا القعدة عند ربنا ويجوا هنا؟ قالوا أصلا لما كانوا في السماء في مواطنهم في السماء ترسوا، هنا جايين بلكون ليه؟ لأنه جايين عند ناس مقربة، فهو واقف وراك كده هو أقرب إلى الله من موطنه في السماء. يا حبيبي الله، ما تاخدش بقى كلام كده وتجري، عايزك تستمع معايا تفهم الدنيا. مدد. لو عرفت ثواب العملية دي هتحبها أكتر. طب أنا مكسوف أعمل مع دول، اعملها في بيتك مع عيالك، اعملها لوحدك، اعملها أنت وصديقك. فيقول حفاتهم الإيه؟ وبعدين ونزلت عليهم السكينة. قلت لكم السكينة دي هي الراحة النفسية، هدوان السر اللي مش لاقينه في بيوتنا، المشاكل الزوجية والمشاكل البيتية والمشاكل المادية، الناس مش مرتاحة، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لأن الله قال ومن أعرض عن إيه؟ ومن أعرض عن إيه؟ لا فإن له معيشة إيه؟ اوعى بقى أنت تعرض عن ذكر وتيالك إن أنت بفلوسك هتحقق السعادة، عبيط عبيط، هتتعس، تجمع مال ويتعسك وتتحاسب عليه. أمال إيه؟ السعادة كل السعادة في طاعة ربنا. على نفسه فليبكي من ضاع عمره ولم يجن منها نصيبا ولا سهل، لأنه حكم القدوس مهمة دي نحطها في العنوان، ألا يدخل الحضرة أرباب النفوس، اللي فيه كبر فيه غل فيه ما عرفش ايه فيه ما يعرفش، يجي يدخل الملائكة تتمشي، امشي يا عم ما تنكتش عليه، خلي الناس دي عايشة مع الله، ولما تكون انت كويس الملائكة تجيبك، تبقى رايح في مكان كده الملائكة تزقك كده على هنا. وبعدين نزلت عليهم السكينة، هروق النفس البال، اعتقد ان دي حباية، الحضرة دي بعتبرها حباية، حباية سعادة. اللي عايز يحس بالراحة النفسية يقول لي وانا اوصف له الدواء. وبعدين غشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني ايه؟ غطتهم. يعني ايه الرحمة؟ ينزل عليهم نور النبي، يغرق في نور النبي، غشيتهم الرحمة. وايه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده. تخيل بقى ان حضرتك النهاردة كل ذنوبنا اللي فاتت دي
اتنست. وربنا نادى الملائكة قال لهم ايه؟ اليوم يوم الصلح مع عبدي. الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى لأنه كان مشتاق لك، لأنه كنت وحشه. وإحنا بنوحش ربنا؟ نعم. هو ده ينفع مع ربنا؟ أيوه. أمال أنت فاكره إيه؟ هو لو ما بيحبكش الحب ده كله هيصبر عليك ليه يعني؟ وأنت كان ليك عنده إيه؟ أنت ليك عنده ولا أنت مين؟ سبح الرعد يسبح الرعد بحمده والملائكة من إيه؟ والملائكة دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش غلطة وعاملين كده صح؟ أنت المحبوب الوحيد لله في الكون، وأنت الوحيد اللي متدلع وعايش في حجر الربوبية بتعمل اللي أنت عايزه ومسامحك ويتمنى منك كلمة واحدة استغفر الله العظيم، ياخدك في حضنه على طول. ما تقول استغفر الله العظيم. ايه الناس دي؟ خليه ياخدك في حضن تروح من هنا امن يا ابني، ما فيش حن علينا من ربنا. الدنيا كلها صراعات، اوعى تأمن لحد غير ربنا وسيدنا النبي، ما حدش احن علينا من الله ولا حد. شوف سيدي ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم، وليس الا مولاك الكريم. عيب بالله عليك، مين اللي واخدنا على عيبنا؟ هو بيقول لك الشيخ رقيب يطالعني فاعصي جهاله. هو انا شايفني وانا عارف انه شايفني وبقفل الباب عشان اخويا ما يشوفنيش. طب يا قليل الادب، يا جاهل، يا اعمى البصيره، ما ربنا شايفك تقفل باب ايه؟ تبدأ تقفل الباب في وشه ازاي؟ ها؟ رقيب يطالعني فأعصي جهالة، غباء مني. يعمل ايه هو ربنا؟ مش خلصت؟ لف وشك انت وهو الملائكة، لف وشك انت وهو ما عملش حاجة، يبدل بالغفران قبح مذلة. واو واو. وبعدين ما لقاكش سامحت ولا غفرت ولا استغفرت ولا عملت حاجه، يعمل ايه معاك؟ يسوق لك واحد من حبايبه ويخليك تحبه. حب طب الراجل ده تحبه تدخل معاه الجنه. اظن مفيش احسن من كده حنان، مفيش احسن من كده رحمه. يقول غشيتهم الرحمه وذكرهم الله فين؟ في من عنده. أشهدكم يا ملائكتي. قال بقى غفرت لهم دي، أنت سيادتك بقى حسب حسن ظنك غفر لك ذنب بتاع النهاردة ولا غفر لك الذنوب كلها؟ كل ذنوب جميعا. أنا عن نفسي واللي جاي، لئن حسبني عن ذنبي لأسألنه عن رحمة. عن مغل... أقول له بقى تغشاني الرحمة وتدخلني النار. تحف بيه الملائكة دي كانت بتاع جهنم ولا كانت بتاع إيه؟ ملائكة الجنة. ملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة. المجتمع قوم في ايه؟ بيعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في حاجة حصلت غير اللي انا قلته ده دلوقتي؟ طيب عدوا بقى الكرامات. الا حفتهم الملائكة، ما قالش نزلت عليهم الملائكة، لا، تحفهم الملائكة. ما بتقعدش معاهم لو سمحت، خلي بالك من الالفاظ، من الملائكة ما تقعدش معاهم، يقعدوا صف تاني، لأن أنت عند ربنا دلوقتي من كبار الزوار. خد بالك لحسن تفهم، تصور الحديث على فهمك أنت. حفتهم الملائكة. الملائكة دي جاية منين؟ بقى يسيبوا القعدة عند ربنا ويجوا هنا؟ قالوا أصل لما كانوا في السماء في مواطنهم في السماء ترسوا، هنا جايين بلكون. ليه؟ لأنه جايين عند ناس مقربة، فهو واقف وراك كده هو أقرب إلى الله من موطنه في السماء. يا حبيبي الله الله. ما تاخدش بقى كلام كده وتجري، عايزك تستمع معايا تفهم الدنيا. لو عرفت ثواب العملية دي هتحبها أكتر. طب أنا مكسوف أعمل مع دول، اعملها في بيتك مع عيالك، اعملها لوحدك، اعملها انت وصديقك. فيقول حفتهم الايه؟ وبعدين
ونزلت عليهم السكينة. قلت لكم السكينة دي هي الراحة النفسية، هدوان السر اللي مش لاقينه في بيوتنا، المشاكل الزوجية والمشاكل البيتية والمشاكل المادية. الناس مش مرتاحة، لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح، لأن الله قال ومن أعرض عن إيه؟ ومن أعرض عن إيه؟ لا آه. فإن له معيشة إيه؟ اوعى بقى أنت تعرض عن ذكر وتيالك أن أنت بفلوسك هتحقق السعادة. عبيط عبيط، هتتعس، تجمع مال ويتعسك وتتحاسب عليه. أمال إيه؟ السعادة، كل السعادة في طاعة ربنا. على نفسه فليبكي من ضاع عمره ولم يجن منها نصيبا ولا سهل، لأنه حكم القدوس. مهمة دي نحطها في العنوان، ألا يدخل الحضرة أرباب النفوس اللي في كبر في غل في ما عرفش إيه في ما يعرفش، يجي يدخل الملائكة تتمشي، امشي يا عم ما تنكتش عليهم، خلي الناس دي عايشة مع الله. ولما تكون انت كويس الملائكة تجيبك، تبقى رايح في مكان كده الملائكة تزقك كده على هنا. وبعدين نزلت عليهم السكينة، هروء النفس البال. اعتقد ان دي حباية، الحضرة دي بعتبرها حباية، حباية سعادة. اللي عايز يحس بالراحة النفسية يقول لي وانا اوصف له الدواء. وبعدين غشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني ايه؟ غطتهم. يعني ايه الرحمة؟ ينزل عليهم نور النبي، يغرق في نور النبي، غشيتهم الرحمة. وايه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده. تخيل بقى ان حضرتك النهاردة كل ذنوبنا اللي فاتت دي اتنست، وربنا نادى الملائكة قال لهم ايه؟ اليوم يوم الصلح مع عبدي. الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى لأنه كان مشتاق لك، إنه كنت وحشه. وإحنا بنوحش ربنا؟ هو ده ينفع مع ربنا؟ أيوه. أمال أنت فاكره إيه؟ هو لو ما بيحبكش الحب ده كله هيصبر عليك ليه يعني؟ وأنت كان ليك عنده إيه؟ أنت ليك عنده، ولا أنت مين؟ يسبح الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من ايه؟ والملائكة دول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما عندهمش غلطة وعاملين كده صح؟ انت المحبوب الوحيد لله في الكون، وانت الوحيد اللي متدلع وعايش في حجر الربوبية بتعمل اللي انت عايزه ومسامحك ويتمنى منك كلمة واحدة، استغفر الله العظيم، ياخدك في حضنه على طول. ما تقول استغفر الله العظيم. ايه الناس دي؟ خليه ياخدك في حضن، تروح من هنا امن يا ابني. ما فيش حن علينا من ربنا. الدنيا كلها صراعات، اوعى تأمن لحد غير ربنا وسيدنا النبي. ما حدش احن علينا من الله ولا حد. شوف سيدي ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم، وليس إلا مولاك الكريم. عيب عيب. بالله عليك مين اللي واخدنا على عيبنا؟ ربنا. هو بيقول لك الشيخ رقيب يطالعني فأعصي جهالة. هو أنا شايفني وأنا عارف إنه شايفني، وبقفل الباب عشان أخويا ما يشوفنيش. طب يا قليل الأدب، يا جاهل، يا أعمى البصيرة، ما ربنا شايفك. تقفل الباب إيه؟ تبدأ تقفل الباب في وشه ازاي؟ ها؟ رقيب يطالعني فأعصي جهالة، غباء مني. يعمل ايه هو ربنا؟ مش خلصت؟ لف وشك كده انت وهو الملائكة، لف وشك كده انت وهو ما عملش حاجة، يبدل بالغفران قبح مذلة. واو واو واو. وبعدين ما لقاكش سامحت ولا غفرت ولا استغفرت ولا عملت حاجه، يعمل ايه معاك؟ يسوق لك واحد من حبايبه ويخليك تحبه. حب طب الراجل ده، تحبه تدخل معاه الجنه. اظن مفيش احسن من كده حنان، مفيش احسن من كده رحمه. يقول غشيتهم الرحمه
وذكرهم الله فين؟ في من عنده. أشهدكم يا ملائكتي. قال بقى غفرت لهم دي انت سيادتك بقى حسب حسن ظنك. غفر لك ذنب بتاع النهارده ولا غفر لك الذنوب كلها؟ كل الذنوب جميعا. انا عن نفسي واللي جاي لئن حسبني عن ذنبي لاسالنه عن رحمه. نعم. اقول له بقى تغشاني الرحمه وتدخلني النار. تحف بيه الملائكه دي كانت بتاع جهنم ولا كانت بتاع ايه؟ ملائكه الجنه. الله الله. ملائكه الرحمه. ملائكه الرحمه.